الرئيس السيسي يشهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. رئيس الوزراء يؤكد وجود توجيهات دائمة للرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات بمختلف المجالات. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ليمان بشرق أوكرانيا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمنز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية رولاند بوش. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. التوقيع على عقد توريدي وتنفيذي وصيانة الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين وزارة النقل وتحالف شركة سيمنز أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز الألمانية، يوقعها من الجانب المصري وزير النقل الفريق كامل الوزير، ويوقعها من الجانب الألماني الرئيس ورئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية دكتور رولاند بوش. حيث أكد السيد الرئيس على أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني أنا أرحب بكم أهلاً وسهلاً، سعيد بوجودكم وسعيد بتعاونكم، وخليني أقول دايما الكلام اللي أنا بحب أقوله لكل الشركات الألمانية اللي إحنا اتعاملنا معها. وإحنا في مصر عندنا تقدير شديد جدا واعتزاز شديد جدا بالشركات الألمانية وقدرتها على إنجاز العمل اللي بيتم يعني التعاقد معها فيه. فأنا بشكركم على ما تحقق حتى الآن، يعني بتمنى لكم التوفيق وبدعوكم لمزيد من الجهد عشان ننجز هذا العمل العظيم اللي هو بيعتبر أتصور من أكبر مشروعات النقل اللي احنا عملناها في مصر خلال 30-40 سنة اللي فاتوا. فبرحب بكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر. كما حرص السيد المستشار الألماني أولاف تشولتز على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا. President Al-Sisi, Prime Minister Matbuli, Ministers, Dr. Bush, Excellencies and Distinguished Guests. 110 years ago, the famous German writer Thomas Mann traveled to Davos, where I am participating in the World Economic Forum today. Unlike me, Thomas Mann took the train. He captured that trip in his novel, The Magic Mountain, and I quote, he looked out, the train wound in curves along the narrow path. He could see the front carriages and the laboring engine vomiting great masses of brown, black, and greenish smoke. One thing is certain, Egypt's
modern 21st century trains will look very different. There will be no great masses of smoke, nor will travelers feel that the engines of the train are laboring with difficulty. Instead, rail travel in Egypt will be fast and clean, comfortable, affordable and safe. It will also be much easier to transport goods. With this major investment, the Egyptian government has taken a bold and far-sighted decision. A groundbreaking decision both for the Egyptian people and for Egypt as a business location. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز على أهمية علاقات الشراكة بين مصر وألمانيا بوجه عام، ومن خلال التعاقد مع شركة سيمنز على مشروع القطارات السريعة العملاق، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين. كما أشاد شولتز في هذا الصدد بالقرار الاستراتيجي الهام للحكومة المصرية بالاعتماد على القطارات السريعة بدلا من وسائل النقل التقليدية بالسيارات والناقلات والحافلات، بما يعزز من خدمات شبكة النقل العام المقدمة، فضلا عن تعظيم مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميا وعالميا. President al-Sisi, Prime Minister Matbouli, Ministers, Dr. Bush, Excellencies and Distinguished Guests. 110 years ago, the famous German writer Thomas Mann traveled to Davos, where I am participating in the World Economic Forum today. Unlike me, Thomas Mann took the train. He captured that trip in his novel, The Magic Mountain, and I quote, he looked out, the train wound in curves along the narrow path. He could see the front carriages and the laboring engine vomiting great masses of brown, black, and greenish smoke. One thing is certain, Egypt's modern 21st century trains will look very different. There will be no great masses of smoke, nor will travelers feel that the engines of the train are laboring with difficulty. Instead, rail travel in Egypt will be fast and clean, comfortable, affordable and safe. It will also be much easier to transport goods. With this major investment, the Egyptian government has taken a bold and far-sighted decision. A groundbreaking decision both for the Egyptian people and for Egypt as a business location. A decision that will transform your country. It is also a milestone for German-Egyptian economic relations. In Siemens, you have found a strong partner that exemplifies what Made in Germany means, a company that this year celebrates 175 years of innovation, inventions and technological revolutions. Today we are adding a new chapter to this story, a chapter that will benefit both of our countries. Last but not least, you are also setting global standards in climate change mitigation as we approach the 27th United Nations Climate Change Conference in Sharm el-Sheikh. The contracts being signed today will see trains replace millions of journeys by car, truck and bus. This means less smoke, fewer carbon emissions and better air quality. And so today is a good day for Egypt, a good day for economic relations between our two countries, and a good day for climate change mitigation. Egypt is becoming a pioneer in rail technology on the African continent. I hope that other countries will follow this example. Thank you for your trust in Germany and in its engineers. I wish all those involved in this major project the greatest possible success, so that in a few years' time, we might read in an Egyptian author's novel how the landscapes races effortlessly past him as he sits on the train from Cairo to Aswan. Thank you very much.
هذا ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في العالم وفي تاريخ شركة سيمنز الألمانية منذ تأسيسها قبل 175 عاما. مصر تنمو، سكانها يتزايدون، اقتصادها ينمو ويزدهر، وبالتالي تتزايد أيضا احتياجات البلاد لحلول النقل المتطورة، وهي الاحتياجات التي يجب أن يتم تغطيتها بطريقة سريعة ولتخدم جميع المصريين. إن الدولة تمهد الطريق لإقامة أحد أكثر نظم النقل استدامة في البلاد. تتشرف سيمنز موبيلتي بإنشاء شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر. ستعمل شبكة السكك الحديدية الجديدة والتي يتعدى مجموع أطوالها لحوالي 2000 كيلومتر على ربط 60 مدينة في مصر بالقطارات الحديثة التي تصل سرعتها حتى 230 كيلومتر في الساعة، وسيتمكن حوالي 90% من المواطنين في مصر من استخدام هذه المنظومة المتكاملة والحديثة والآمنة في تنقلاتهم اليومية. تتألف شبكة خطوط السكك الحديدية عالية السرعة من 3 خطوط، أولها خط مماثل لقناة السويس، ولكن عبر خطوط السكك الحديدية بطول 660 كيلومتر ويربط بين العين السخنة الواقعة على البحر الأحمر ومدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط. يبلغ طول الخط الثاني حوالي 1100 كيلومتر ويربط القاهرة بأبو سمبل مروراً بمدينتي الأقصر وأسوان، وهو ما يعني ربط العاصمة المصرية العملاقة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر. أما الخط الثالث فيصل طوله لحوالي 225 كيلومتر من مدينة قنا وحتى سفاجة مروراً بمدينة الغردقة. وفي إطار هذا المشروع العظيم ستقوم سيمنز موبيلتي وشركاؤها أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بتصميم وإنشاء ووضعه في التشغيل كمشروع متكامل بنظام التسليم المفتاح، بالإضافة لتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما. إن هذا التحالف الذي يضم الشركات الثلاث سيسهم في تنمية المهارات والكوادر المحلية في هذا القطاع والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي يمر بها ونقل البضائع منها وإليها. سيعمل هذا المشروع العملاق على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة. لقد بدأ عصر جديد للسكة الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة، مؤكدا سيادته أن قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي ويوفر عوامل التقدم والنجاح. كما شدد السيد الرئيس على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل، وبالتالي تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال، مشيرا سيادته إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرا لهذا الغرض. كما أكد السيد الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين السيد الرئيس ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم. كما أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية الشقيقة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، وذلك بمناسبة زيارة رئيسي الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وخلال اللقاء أعرب الرئيس الإماراتي عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات ومصر والأردن من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. من جهته أكد مدبولي أن الحكومة المصرية سوف تولي اهتماما خاصا بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية. رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين، مشيرا إلى أن الدولة تتوسع في إقامة المطارات وتشجع شركات الطيران الخاصة على الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع عدد من كبار المستثمرين في أبوظبي، وفي لقاء آخر مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. في أولى لقاءاته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له يلتقي عددا من المستثمرين الإماراتيين لاستماع آرائهم حول تطوير بيئة الأعمال في توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري. وفي بداية الاجتماع تم استعراض فيديو عن الاستثمار في مصر والفرص المتاحة والجهود المبذولة في كل المجالات وما تم من مشروعات في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة لجذب الاستثمارات، وهو ما أشاد به المستثمرون. حيث أعرب الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الإمارات تستهدف تحقيق استثمارات أكثر في مصر خلال الفترة القادمة. حقيقة لقاء يعني سلط الضوء على السوق المصري ومدى جاذبية الاقتصاد المصري، والحقيقة أيضا ركزنا على أيضا النوايا للمستثمرين الإماراتيين في الاستثمار في السوق المصري. نحن الآن وصلنا تقريبا 20 مليار دولار استثمارات إماراتية في جمهورية مصر العربية، وأيضا بعد الاجتماع أيضا صارت هناك في روح إيجابية عند القطاع الاستثماري الإماراتي، في هناك نية بزيادة هذه الاستثمارات للوصول إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة. أعتقد الاجتماع يفتح لنا فرصة ممتازة بالنسبة للتعرف لآفاق الاستثمار في مصر،
وبالذات نحن في مجال الهندسة وقطاع النفط والغاز مهتمين جدا بالاستكشافات البترولية وبالذات في مجال الغاز، وبحكم أننا عندنا تقنيات في تطوير المنتجات الغازية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، فأعتقد هناك في فرص كثيرة بالذات للتعاون مع الشركات المصرية في هذا المجال. كما التقى رئيس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، معربا عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، مضيفا أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أولويات الحكومة المصرية في التعاون المصري الإماراتي، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعاون المصري الإماراتي في هذا المجال بشكل خاص وعلى مستوى الشراكات بشكل عام مع مختلف الأصعدة. العلاقات المصرية الإماراتية لا تتوقف، تستمر وتستمر معها الزيارات والاتفاقيات والشراكات بين الجانبين. لذا جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً وتلخيصاً على أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخ من الاتفاق في الرؤى على كافة الأصعدة ونموذج يحتذى به بين البلدان المختلفة. من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. دعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما الشركات الإماراتية لزيارة المدن الصناعية المتخصصة وزيادة استثماراتهم في السوق المصرية. جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء 30 شركة إماراتية مستثمرة بالخارج. أكدت نيفين جاما أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 386 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 67 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط نحو 57 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضية، من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، فتم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن أقماح محلية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 108 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1471 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 172 ألف لتر مواد بترولية و20 طن مازوت تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8999 قضية تمونية بمضبوطات وزنت
قرابة 2475 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 61 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد، والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 871.5 طن، كما تم ضبط 25 قضية في مجال ضبط قضايا حجم السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 172.5 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 1942 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت قرابة 161 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 113 قضية استداء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 520.5 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من 12 طن، كما تم ضبط 5 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر في مجال مواد البناء بمضبوطات بلغت 80 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 315,148 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 65,614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4517 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 216 سائقا منهم، كما تم المرور على 174 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 469 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 470 مركبة وتبين مخالفة عدد 36 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 402 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة، كما تم ضبط 13,451 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها عن ضبط عدد 1978 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط عدد 2059 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط عدد 4149 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص وضبط عدد 3820 مخالفة ملصقات وضبط عدد 198 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 817 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 59,548 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت قرابة 42 مليون جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 285 قضية، من بينها 162 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و123 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 253.5 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2022 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,678,000,000 مليون جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة
قرابة مليوني جنيه. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم تناول مجمل أطر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أوضحت وزارة الخارجية أن شكري أكد خلال الاتصال على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام. وتناول الاتصال الهاتفي أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلا عن تداعيات الأزمات الدولية الجارية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دول العالم وضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها. كما تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بوفد مجلس الأعمال المصري الكندي. خلال هذا اللقاء تم التأكيد على اعتزام مصر استثمار رئاستها واستضافتها لمؤتمر المناخ COP27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مع بحث سبل التعاون في هذا الشأن مع الجانب الكندي. طلب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. شدد شولتس وماكرون خلال اتصال هاتفي مع بوتين على ضرورة وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافق الواقعة على البحر الأسود، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب العمليات الروسية في أوكرانيا. أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لإيجاد سبل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية. أكد جونسون خلال اتصال هاتفي أن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء في مجموعة السبع للضغط من أجل إحراز تقدم عاجل بشأن تصدير الحبوب. كما اتفق جونسون وزيلينسكي على ضرورة السماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة. كما تناول الاتصال مناقشة أهمية بقاء المجتمع الدولي متحدا بشأن الموقف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز الدعم الدفاعي لبلاده وفك حصار الموانئ الأوكرانية. جاء ذلك خلال تغريدة أوردها زيلينسكي عبر موقع تويتر. وصرح زيلينسكي أنه تحدث مع جونسون حول تعزيز الدعم الدفاعي وتكثيف العمل على الضمانات الأمنية وإمداد أوكرانيا بالوقود، وأضاف أنه ينبغي العمل معا لمنع حدوث أزمة غذاء وفك حصار الموانئ. أكدت شركة غاز بروم الروسية أنها تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مشيرة إلى أن إمداداتها من الغاز من خلال نقطة دخول سودكا بلغت 43.96 مليون متر مكعب. أضافت غاز بروم الروسية أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سوخارنفوكا. We'll be right back.
التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. مخاوف عالمية من أزمة غذاء تهدد بمجاعات تضرب العديد من البلدان. تزداد المخاوف العالمية من أزمة غذاء تهدد بمجاعات تضرب العديد من البلدان، وذلك على وقع تداعيات وباء فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. دفعت هذه المخاوف الدول والمنظمات إلى التوجه نحو حلول استباقية تحول دون تفاقم أزمة الغذاء التي بدأت أثارها تظهر بالفعل. على وقع تداعيات وباء فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، تزداد المخاوف العالمية من أزمة غذاء تهدد من ناحية بتناقص كبير في إمدادات السلع الأساسية، ومن ناحية أخرى بمجاعات تضرب العديد من البلدان، وهو ما دفع الدول والمنظمات إلى التوجه نحو حلول استباقية تحول دون تفاقم الأزمة التي بدأت آثارها تظهر بالفعل، ودقت منظمات دولية عدة ناقوس الخطر بشأنها. مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فالين قالت إن هناك حاجة عاجلة لإخراج 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا في أسرع وقت، لافتة إلى أن المفوضية وضعت خطة عاجلة لتسريع التصدير عبر ما أسمته المسارات التضامنية عن طريق البر. بدورها تعمل الحكومة الألمانية على نقل ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ البحرية الأوكرانية عن طريق السكك الحديد، حيث خصصت شركة السكك الحديد الألمانية مؤخراً خدمة بالقطار لنقل الصادرات من أوكرانيا إلى موانئ بحر الشمال والبحر الأدرياتيكي. كما دفعت خطورة الأزمة الأمم المتحدة أيضاً إلى التحرك، إذ يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوصل إلى اتفاق مع روسيا ودول أخرى لفتح صادرات الغذاء الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مصارف كثيرة للتنمية في العالم تعمل بسرعة لتنفيذ تمويلها والمشاركة في السياسات والمساعدة الفنية من أجل تجنب مجاعة تسببها الأزمة الأوكرانية، وفي المقابل أبدت موسكو استعدادها لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا، لكنها طالبت برفع العقوبات عنها كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية. جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التزام الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم المالي لشركائه في أفريقيا مع تركيز الملح على معالجة قضايا الأمن الغذائي. في كلمتها خلال فعاليات القمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر المانحين التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي المنعقد حاليا في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية، قالت فون دير لاين إن أفريقيا وأوروبا لديهما أمل ومهمة مشتركة من أجل التنمية المستدامة وإحلال السلام. حذر وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من تداعيات إعلان السلطات الإسرائيلية مساندتها لما تسميه مسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة والمزمع تنظيمها غدا. وقال الهدمي في بيان إن أقدام سلطات الاحتلال على السماح بهذه المسيرة رغم التحذيرات الفلسطينية والقلق الدولي مؤشر على رغبة إسرائيلية بالتصعيد. يأتي ذلك في وقت نظم فيه مستوطنون إسرائيليون مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022. شدد المركز الإعلامي على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أي رسوم، موضحا أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقا للكلية التابع لها الطالب.
أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إطلاق استراتيجية السياحة الخضراء استكمالا لخطة مصر نحو التحول الأخضر والاستدامة البيئية في كافة القطاعات، والتي تعتبر واحدة من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ الذي تستضيفه نهاية العام الجاري بشرم الشيخ. خطوة أولى ضمن استراتيجية واسعة لتحول المدن السياحية المصرية لمدن خضراء، استراتيجية أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أجل دمج معايير الاستدامة في الأنشطة السياحية. احنا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بقالنا سنتين شغالين في فكرة دمج التنمية الخضراء في قطاع السياحة، والتنمية الخضراء هنا ما بنتكلمش على مفهوم محدد. احنا قبل كده اطلقنا حملة اكو ايجيبت اللي كانت بتتكلم عن السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، النهاردة احنا خرجنا بره المحميات عشان نقول ايه الممارسات البيئية اللي قطاع السياحة ممكن ان هو يقوم بيها. فالحقيقة اشتغلنا جنبا لجنب مع وزارة السياحة وللقطاع الخاص السياحي في الفنادق، ازاي تاخد العلامة الخضراء، الممارسات، الكافيهات والمطاعم. تحت شعار نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة، أربعة معايير تبدأ بها الاستراتيجية من دعم تقني وتدريبات للفنادق والعاملين بها، مراعاة الاعتبارات البيئية للحفاظ على المناخ والطاقة النظيفة، إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفنادق ذات العلامة الخضراء، بالإضافة للاستفادة الكاملة من قطاع السياحة لدعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية. نحن فخورون بشدة بإطلاق هذه المبادرة، فنحن شركاء مع وزارة السياحة والبيئة. هذا مشروع مشترك وواحد من أهدافه الرئيسية هنا هو التأكيد على أن الاعتبارات البيئية محل اهتمام ومتضمنة داخل ملف السياحة المصري سواء في المطاعم أو الفنادق، وستكون هناك معايير لاحترام البيئة وتنوعها وعدم فقد الطعام وأن نحافظ على الطاقة، وأنها مبادرة مهمة جدا وخصوصا لأن مصر ستستضيف قمة كوب 27 بمناسبة مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. ففي قرار وزاري صدر بأن الفنادق اللي موجودة في شرم الشيخ تكون كلها فنادق تحمل علامة خضراء أو برنامج بيئي، فبالتالي دي خطوة جيدة جدا، ودي خطوة كمرحلة أولى، لكن المراحل المستقبلية أو المراحل التالية هتكون على جميع المنشآت الفندقية في جمهورية مصر العربية. مبادرات واستراتيجيات تنموية مستدامة وخضراء تعمل عليها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى القطاع السياحي، تأتي بالتزامن مع استعدادات مصرية لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 4 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومية 2 جديدتين. أوضحت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 16 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. هذا وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. افتتح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وذلك بحضور عدد من القيادات بمحافظة البحيرة. شهد مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من كافة الأعمال المنفذة نقلة كبيرة بجودة ومواصفات عالمية تليق بالجمهورية الجديدة. في إطار الاهتمام الكبير للدولة المصرية بحماية التراث المصري، يأتي مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة خطوة في مجال ترميم الآثار والمواقع والكنائس الأثرية، من خلال زيارة وادي النطرون بمحافظة البحيرة لتفقد بعض المعالم الدينية وافتتاح مسار العائلة المقدسة. خلاص الدولة عملت البنية التحتية، أكيد يبقى في مجال الاستثمار في المخيمات والمناطق اللي هتبقى تخدم الكلام ده. وبالفعل المحافظة عملت استثمار مع أحد
الشركات وعمل منطقة سياحية قريبة جدا من المسار في وسط البلد في وادي النطرون وبيستكمل إجراءاته. اللي عايز يستثمر في مجال في بعض النقاط معينة أو في النقاط كلها اللي ممكن تبقى في راحة للزوار، وإحنا فعلا في يعني إحنا سمعنا إن في بعض الشركات بره في أوروبا جهزت إنها فعلا تعمل رحلات للرحلة رحلات العين المقدسة، ولكن إن شاء الله لما يعلن سيادة الرئيس الافتتاح الكامل بإذن الله هيكون إن شاء الله إعلان كامل لخط المسار بإذن الله تعالى. يتضمن برنامج الزيارة متابعة لعرض حول مسار العائلة المقدسة وتفقد معرض التراث القبطي والمنتجات التراثية والتوجه لتفقد نقاط مسار العائلة المقدسة بالوصول إلى أديرة الأنبا بشوي والسريان لتفقد المعالم الدينية. مشروع قومي عظيم جدا، وكمان بأضيف له المشروع الثاني في سيناء وهو مشروع التجلي الأعظم اللي سيادة الرئيس برضي مهتم به، كلها مشروعات تاريخية ترضي الكل وتفرح قلب الكل وتجذب سياحة من كل العالم. مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع، ويعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر البلدان لارتباطه بهذه الرحلة لأكثر من 25 منطقة في ربوع مصر المختلفة. تختتم بعد قليل بحي القلعة بالقاهرة فعاليات مهرجان الطبول في دورته 9، والذي شاركت في فعالياته 43 فرقة متنوعة من مصر ودول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، تحياتي لك. تنقل لنا وللمشاهدين فعاليات حفل ختام المهرجان وتفاعل الحضور من الجمهور. نعم إلهام، بعد التحية يعني ليلة ختامية مختلفة عن كل ليالي مهرجان الطبول في نسخته 9. اليوم هي ليلة يعني شهدنا فيها الإقبال التاريخي بمعنى الكلمة للجماهير. كنا قد رصدنا في الأيام السابقة والفعاليات السابقة إقبال الجماهير على كل المسارح المختلفة في الأماكن التراثية والتاريخية، لكن اليوم الإقبال فاق كل التوقعات. نتحدث عن الآلاف داخل مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، بدأوا في التوافد إلى القلعة منذ 4 عصرا، مع العلم أن الفعاليات بدأت في 8 مساء. اليوم الفنان انتصار عبد الفتاح، الدكتور انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان، يقدم ورشة فنية دولية جميلة جدا في تناغم ثقافي بين مختلف الشعوب والفرق الموسيقية التي تشعل المسرح الآن، وهناك تفاعل قوي وكبير بين الجمهور والفرق المشاركة. لعلك تري من خلفي الجماهير والإقبال الجماهيري يحجب الرؤية عن المسرح وعن الفرق الموجودة، وهذا دليل على نجاح المهرجان الذي رسم البهجة والفرحة على وجوه الجماهير المشاركة، وقدم رسالة سلام للعالم من هنا من قلب البلد، الحضارة والسلام والتاريخ. اليوم أيضا حفل الختام شهد حضور كبير من بعض الشخصيات الهامة والممثلة عن الدول المشاركة، منها دولة جنوب السودان والأردن. هناك أيضا تكريمات لعدد من الفنانين، منهم الفنان الأردني الراحل عبد موسى، وأيضا الموسيقار الفنان سيد درويش. الجميع عبر عن شكره وامتنانه لمصر لرعايتهم لطبعا هذا المهرجان في نسخته 9. ليلة جميلة رسمت على وجوه المشاركين من الفرحة والبهجة. عودة إليكم مرة أخرى. ليلة جميلة أكيد محمود في للثقافة المصرية والأفريقية والعربية. جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. والآن نتحول إلى وقفتنا الاقتصادية في هذه النشرة والتفاصيل مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا إلهام، شكرا ريهام، ولا نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. قال
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن هذا العام، حيث بلغت حوالي 3,115,312 طن من المنتجات الزراعية. ووجه وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج، والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الأخيرة، بداية من تأمين الإمدادات وتوفير المنتج بالمحطات وتوزيعه ومتابعة ذلك آليا من خلال غرفة التحكم في ظل تطبيق التحول الرقمي. وأشار وزير البترول إلى أن هناك 12 شركة تعمل بكفاءة عالية في تسويق المنتجات البترولية وتقدم خدمات متميزة، فهم قائدي المركبات، وأن شركة شيل أوت إحدى أهم شركات المنظومة من خلال تقديمها خدمات متميزة عبر 80 محطة حاليا تابعة لها. جاء ذلك في افتتاح وزير البترول ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني أمير سيد أحمد ورئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق مجدي أنور محطة الوقود الجديدة بشارع 90 بالتجمع الخامس لخدمة المواطنين في ظل ما شهدته المنطقة من تطوير لمحاور الطرق. احنا الحقيقة كمان بنؤكد على انه مش بس عندنا مواقع، المواقع كلها والمحطات حديثة وبتمشي بمنظومة رقمية وإلكترونية وبتدار بطريقة مركزية، بحيث أنه بيبقى فيه كاميرات متابعة، بيبقى فيه أجهزة لقياس مستوى الوقود في المحطات، وبتربط بالشبكة وعلى مركز القيادة عندنا في وزارة البترول وفاية البترول، بحيث أنه دايما يتعرف الأرصدة شكلها إيه لو في احتياج لاستكمال أو زيادة في الرصيد وغيره. وده برضو أحد الاستراتيجيات المهمة قوي، وهي خاصة بالتحول الرقمي، لأنه إحنا النهاردة عشان نتقدم بنمشي بكل العناصر بالتوازي. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل 1857 دولار للأوقية. أما على المستوى المحلي فسجل جرام عيار 18896 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 1045 جنيها، في حين سجل عيار 24 سعر وصل إلى 1194 جنيها، وسجل أخيرا جنيه الذهب سعر وصل إلى 8360 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، ووسط تفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي أم لا. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.7% مسجلا سعر وصل إلى 119 دولارا و43 سنتا للبرميل. أيضا صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% وسجل سعره وصل إلى 115 دولارا و7 سنتات للبرميل. أيضا عن أسعار المازوت، ارتفعت عالميا بنسبة 1.4% ووصل السعر اليوم إلى 3 دولارات و90 سنتا لكل لتر. أما عن الغاز الطبيعي فقد انخفضت أسعاره ووصل إلى 8 دولارات و72 سنتا لكل مليون وحدة حرارية وبنسبة 3.42%. أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء منتجات صينية مفيدة في مكافحة جائحة كورونا من رسوم جمركية عقابية كان قد فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على عدد كبير من المنتجات الصينية عام 2018. هذا وتغطي الاستثناءات التي أعلنتها الولايات المتحدة 81 منتجا للرعاية الطبية ضرورية لمكافحة كورونا، وفق ما أفاد به مكتب ممثلة التجارة الأمريكية، والذي أعلن تمديد الاستثناء 6 أشهر إضافية بعدما كان من المقرر أن ينتهي في 31 من مايو. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى إلهام نمر وريهام الزيبي. إليكم شكرا لك آية الكفوري.
أعلنت وكالة الصحة في أيرلندا تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدر القردة في البلاد. وقالت مؤسسة الخدمة الصحية في بيان إنه يجري تحقق من حالة أخرى يشتبه بها. هذا وأعلنت نحو 20 دولة لا يتوطن فيها جدر القرود عن رصد بؤر للمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها، معظمها في أوروبا. ونتحول في نشرتنا إلى وقفتنا الرياضية. عودة مرة أخرى إلى آية الكفوري. شكرا لكم، والآن في جولة رياضية نتابع الأخبار محليا وعالميا. انطلقت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية. وقال المذيع في استاد فرنسا أنه تقرر التأجيل بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في باريس. وقالت الشرطة الفرنسية إن بعض المشجعين قد حاولوا اقتحام الاستاد، فيما أظهرت لقطات مطاردة شرطة مكافحة الشغب لبعض المشجعين. ويسعى ليفربول بقيادة يورغن كلوب للفوز باللقب ليصبح اللقب السابع لنادي ليفربول. أما فريق ريال مدريد فيسعى للتتويج بالبطولة للمرة 13 في تاريخ النادي. كانت المواجهة الأولى أوروبيا بين ناديين في نهائي عام 1981، والذي حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل على ملعب حديقة الأمراء. ثم تكررت هذه المواجهة في دوري أبطال أوروبا في عام 2018، حيث شهدت تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة، وتوج ريال مدريد باللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ونشاهد الآن مشاهدين لقطات مباشرة لمحيط ملعب استاد دي فرانس بباريس. ويشهد نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة جانبية من نوع خاص بين المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول والفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد. قبل بداية المباراة حقق محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي ب 23 هدفا، كما حصل على أفضل صانع ألعاب في البريمير ليج بصناعة 13 هدفا، وتوج بأفضل لاعب في 2022 من رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية. كما توج صلاح بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي. وفي دوري الأبطال شارك محمد صلاح في 12 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 2. على الجانب الآخر يعد كريم بنزيما هدف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا، كما حصل على أحسن صانع لعب في الليغا ب 13 تمريرة حاسمة. كذلك فاز بنزيما بلقب الدوري الإسباني وأفضل لاعب فرنسي محترف لعام 2022. أما في دوري الأبطال شارك النجم الفرنسي في 12 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع هدفين، ليتصدر ترتيب هداف دوري أبطال أوروبا. حقق نادي الزمالك فوزا ثمينا على نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسة الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. افتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة لصالح الزمالك في الدقيقة 42، قبل أن يتعادل بهر المحمدي للإسماعيلي في الدقيقة 61 عن طريق ركلة الجزاء. وسجل عمر السعيد هدف فوز الزمالك في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز 16. أما عن فريق طرق الجيش فقد فاز بهدف نظيف على غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 21 بمسابقة الدوري الممتاز. سجل هدف طرق الجيش اللاعب رجب عمران في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول. بتلك النتيجة رفع فريق طرق الجيش رصيده إلى النقطة 32 في المركز السادس بجدول الترتيب الدوري، فيما توقف رصيد المحلة عند النقطة 25 في المركز التاسع. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى ريهام وإلهام. إليكم. شكرا آية.
كاتب أثرى الحياة الفنية والدرامية بمصر بأعمال فنية خلدتها ذاكرة التلفزيون ونالت شهرة في العالم العربي. تخصص في دراما الحياة الاجتماعية والسياسية واستطاع أن يصل للمشاهد العربي بشكل غير مسبوق. إنه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته. والآن متابعة لأخبار الأحوال الجوية. نعود مرة أخرى إلى آية كفوري. إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن نأخذكم في جولة لأحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا للأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والواجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات بالجمهورية. نبدأها من القاهرة العظمى 37، الصغرى 23، الإسكندرية 32، 21، مطروح 33، 20، وبورسعيد 31، 21، والإسماعيلية 38، 22. أيضا السويس سجلت العظمى 37، الصغرى 22، العريش 32، 20، طابة 35، 21، شرم الشيخ 37، 26، والغردقة 36، 26. أيضا الأقصر العظمى 41، والصغرى 25، أسوان 42، 26، الوادي الجديد 40، 25، وشلاتين 35، 25، وحلايب أخيرا العظمى 32 والصغرى 26. أما مشاهدين عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. بعد أن تعرفنا على حالة الطقس نترككم الآن مشاهدينا مع أبرز لقطة اليوم. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يشهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. رئيس الوزراء يؤكد وجود توجيهات دائمة لرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات بمختلف المجالات. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ليمان بشرق أوكرانيا. يعني.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لا زال يتواصل معكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا إلهام؟ عاملين إيه؟ بتشجعوا مين النهاردة؟ ليفربول ولا ريال مدريد؟ محمد صلاح زي يعني محمد صلاح بيلعب مع أي نادي فإحنا بنشجع النادي ده. ها إلهام عندك وجهة نظر مختلفة؟ لا طبعا. مو صلاح ده أكيد برضه. أكيد. طيب كويس، والله أنا زيكم برضه، إحنا نشجع سألوني كده بره، يا ترى أنت بتشجع مين؟ قلت لهم والله على حسب ما محمد صلاح هيلعب، النهارده بيلعب مع ليفربول احنا معاه، بكره هيلعب مع حد تاني احنا معاه برضه، احنا بنشجع الراجل بتاعنا. بيمتع الملايين واحنا معاه في اي فريق. والحقيقه انا شخصيا انت عارف ماليش في الكوره قوي، بس يعني محمد صلاح حاجه ثانيه. مالناش في كوره، سلينا في محمد صلاح. ايوه كده، انا معاكي والله. كلنا فخورين بيه باذن الله. اشكركم جدا، ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليكم، الف الف شكر ليكم، وهستاذنكم نبدا فقراتنا.